아이고, 시원해. باريسا بعد ما خلص هالبريك ان 3 2 1 ايه وين كنا صرنا؟ انه كنا عم نغني انا كتير جوعانة رادي، كتير جوعانة، بعد في ساعتين للمغرب، ساعتين بعدين الباص ما عم بيعطيني مصاري. طب انا باريسا باروسا، كيف بدي اعيش ب 100 دولار بالنهار؟ فيك تقول لي؟ نعم 100 دولار بالنهار حبيبتي انا كل شهر صار معاشي 100 دولار ايه بس ما تفكر رح يطلع لك ديسكاونت. طيب فينا نكفي عملي معروف يي ريانا، هاي باريسا. ريانيسا حبيبي، مبروك يا ولاد ادم، بتعقدي 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 فوق 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 ستار. ليكي خبريني شو حسيتي بس مسك لك ايدك ماكسيم؟ بدي تقولي لي كل تفصيل صغير، كل بوسه، كل همسه، كل لمسه، كل شيء. ايه وين كنا صرنا؟ اوكي. هاي ريان. هاي فادي. ليك ريان، خبرينا على رمضان السنة. يمكن أحلى شي برمضان السنة، رغم إنه هو عم يقطع بهيدي الفترة وبهيدي الأزمة، بس يمكن أحلى شي هو إنه نحن عن جد قاعدين ببيتنا مع عائلتنا وعم نفهم معنى رمضان الحقيقي، يلي هو إنه عن جد نحن لازم نحس بالفقير، نحن عن جد لازم نحس بغيرنا، لازم نفكر بغيرنا، لازم مش نفكر إنه نصوم كل النهار وآخرة النهار نجي ناكل ما بعرف قدي. ليكي شو رح تفطروا الليلة؟ بركي بسالك لعندك. باريسا كورونا كورونا. ايش مزعج. كيف رضاك يا هالمسلسل؟ كثير مبسوطة اني عم بلعب دور نور تحديدا، لأنه نحن عم نحكي عن موضوع كثير مهم يلي هو زواج القاصرة، وكثير مبسوطة انه ضوينا عليه وعم نعرف. نوحي نوحي.